أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج صحافة حول العالم. أعلن التحالف العربي باليمن عن وقف إطلاق نار لمدة أسبوعين، وذلك بعد أيام من مواجهات خلفت الكثير من القتلى. واعتبر المتحدث باسم التحالف أن الخطوة تهدف إلى تهيئة الظروف الملائمة لتنفيذ دعوة المبعوث الأممي لعقد اجتماع بين الحكومة اليمنية والحوثيين وفريق عسكري من التحالف لبحث مقترحات بشأن خطوات تنفيذ وقف إطلاق النار في اليمن وآلياته. صحيفة الاندبندنت اعتبرت أن الهدنة في اليمن تمهد لاجتماع التحالف العربي مع الحوثي. نتابع ثم نعود. أعلنت السعودية مبادرة شاملة لوقف إطلاق النار في اليمن تقديرا للظروف الصعبة التي تعيشها البلاد وسط مخاوف من تفشي فيروس كورونا، وذلك على الرغم من تصعيد جماعة أنصار الله الحوثي واتهامها التحالف الذي تقوده الرياض بإرسال مساعدات ملوثة بالفيروس. لكن نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان الذي أعلن النبأ عبر حسابه في التويتر جدد التأكيد أن بلاده لن تتوانى عن السعي لما فيه خير اليمن وأهله من خلال دعم كل الجهود للوصول إلى حل سياسي شامل وسط تحضيرات الاجتماع ترعاه الأمم المتحدة بين أطراف النزاع بحضور ممثلين عسكريين عن التحالف العربي. وأكد أنه بناء على دور السعودية الرائد وسعيها الدائم للسلام ومسؤوليتها في تحقيق الاستقرار في المنطقة في هذه الظروف الصعبة، أعلنت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن مبادرة شاملة لوقف إطلاق النار لمدة أسبوعين. وكان مبعوث الأمم المتحدة لليمن مارتن جريفيث دعا في وقت سابق إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية لتهيئة بيئة مواتية لتحقيق وقف إطلاق النار على مستوى البلاد. أما صحيفة القدس العربي فتحدثت عن ترحيب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة مارتن جريفيث بإعلان وقف إطلاق النار في اليمن. رحب مارتن جريفيث المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن الخميس بإعلان قيادة القوات المشتركة للتحالف عن وقف إطلاق النار من جانب واحد لمدة أسبوعين. وقال جريفيث في بيان صحفي: أنا ممتن للمملكة العربية السعودية والتحالف العربي لتمييزهم لحساسية المرحلة التي تمر بها اليمن وتجاوبهم مع الطبيعة الحرجة لهذه المرحلة، وطالب الأطراف بأن تستغل هذه الفرصة وتتوقف فورا عن كل الأعمال العدائية بشكل عاجل وتمضي قدما نحو تحقيق سلام شامل ومستدام. وأكد المبعوث الأممي أنه لا يزال مستمرا في وساطته بين الأطراف للوصول لاتفاقات حول وقف إطلاق النار يشمل عموم اليمن والبدء في تنفيذ إجراءات إنسانية واقتصادية من شأنها تخفيف معاناة اليمنيين بشكل ملموس، بالإضافة لاستئناف العملية السياسية لإنهاء الحرب بصورة شاملة. وعبر جريفيث عن أمله في أن يوفر إعلان وقف إطلاق النار من جانب التحالف بيئة مواتية لإبرام الأطراف لهذه الاتفاقات في المستقبل القريب. يذكر أن قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية أعلنت الأربعاء عن وقف إطلاق النار بشكل شامل في اليمن اعتبارا من اليوم دعما لعملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة، وبناء على دعوة الأمين العام للأمم المتحدة لوقف إطلاق النار في عموم البلاد لتجنب المخاطر الجسيمة للانتشار المحتمل لفيروس كورونا في اليمن. ويشن التحالف بقيادة السعودية غارات جوية على مناطق سيطرة الحوثيين في اليمن منذ عام 2015 بعد أشهر من اقتحام جماعة الحوثي العاصمة صنعاء ومعظم محافظات البلاد بقوة السلاح. إذن ينضم إلي عبر الهاتف السيد ياسين التميمي الكاتب والباحث السياسي. سيد ياسين أهلا وسهلا بك معنا. أهلا وسهلا، شكرا لكم. سيد ياسين، بداية كيف تقرأ اتفاق وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين في اليمن، وهل هذا الاتفاق مرشح لتمديده في المستقبل؟ لا أعتقد أولا أن وقف إطلاق النار يمكن أن يمشي أو يمضي بسلام، ليس هناك شروط موضوعية لأن يمضي هذا بسلام، لأن الحوثيين وهم الطرف الآخر المعني باستمرار الحرب أو توقفها لم يظهروا حتى الآن موقفا صريحا واضحا من إعلان التحالف وقف إطلاق النار بجانب واحد، بل أنهم صدروا وثيقة
تمضي في مقاصدها في الاتجاه المعاكس تماما لما تريده جميع الأطراف بما في ذلك المجتمع الدولي الذي يؤسس عملية السلام ولا يزال يحترم مراجعها الثلاث، قرارات الأمم المتحدة، قرارات مجلس الأمن، واتفاق المبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني. الحوثيون أرادوا يعني القطع مع هذه المرجعيات، وأرادوا أيضا أن يخرجوا الحكومة الشرعية من المعادلة، ويبقوا المسألة ثنائية بينهم باعتبارهم ممثلين عن اليمن، والتحالف باعتباره طرفا خارجيا معتديا. هكذا ينظر الحوثيون للأمور. وبالتالي هذه نظرة ذات إشكالية، ويعني تتصادم تماما مع النوايا الحسنة التي تقف على الأقل خلف قرار التحالف وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين، قابلة طبعا للتجديد على خلفية طبعا الاهتمام الدولي بجائحة كورونا وتداعياتها سواء على مستوى السعودية أو على مستوى اليمن. ولكن سيد محمد ياسين، وقف إطلاق النار ألا يعطي فرصة للحوثيين لتجهيز أنفسهم وترتيب آلياتهم وترتيب تجهيزاتهم العسكرية لمزيد من الهجمات في المستقبل؟ هذا ما أنا بنيت تقديري على أن هذا وقف إطلاق النار لن ينجح لهذه الجزئية تحديدا، لأن الحوثيين دائما استغلوا 5 أو 6 هدن سابقة لإعادة لملمة صفوفهم وترتيب قواهم، ومن ثم المضي قدما في تحقيق أهدافهم السياسية عبر الوسائل العسكرية. هم لن يشدوا عن هذه القاعدة مطلقا، وبدليل أنهم استقبلوا قرار التحالف أو قرار السعودية على وجه التحديد بالتصعيد المبالغ فيه، إطلاق صواريخ على أحياء سكنية في مأرب وقصف المدنيين في تهامة والحديدة والتصعيد في كل الجبهات، مما يعني أنهم غير راغبين أصلا في الوصول إلى السلام عبر الآلية الواضحة وهي الحوار. شكرا جزيلا لك سيد ياسين التميمي الكاتب والباحث السياسي، أشكرك جزيل الشكر على مشاركتك معنا. ينضم إلي عبر سكايب أيضا دكتور فيصل العلي رئيس مركز يمنيون للدراسات. دكتور فيصل أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا فيكم. دكتور فيصل، كيف تتابع هذا المشهد، اتفاق وقف إطلاق النار وإعلان التحالف عن وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين، هل سينجح هذا الاتفاق برأيك؟ نتمنى أن ينجح هذا الاتفاق لأسباب إنسانية ولأسباب صحية. انتشار فيروس كورونا في العالم يسبب للشعب اليمني الكثير من القلق، ليس هناك استعدادات طبية ولا تجهيزات بهذا الخصوص. ربما هذه الهدنة تؤتي ثمارها في هذا الاتجاه، لكن كما تعودنا على قراءة المشهد منذ 2004، الحوثيين ينقضون بعهودهم وينقضون كل العهود وكل المواثيق وكل الهدن التي حصلت سابقا، يعني خاصة فيما بعد انقلابهم الأخير. كانوا هم أول من يبادر إلى نقض هذه الهدن ويقومون بالتقدمات العسكرية وإطلاق النار على الجهة المقابلة، على الجيش اليمني. هل ترى أن الحوثيون سيقابلون هذا الاتفاق وهذه المبادرة بمزيد من الاعتداءات ولن يلتزموا بهذا الاتفاق؟ كالسابق هم يعني مقارنة هذه اللحظة بما سبق، الحوثيين كانوا يقومون بهذا الشيء، لكنهم في هذه اللحظة كان هناك يعني تقدم عسكري للجيش الوطني في مختلف الجبهات، في البيضاء وفي مأرب وفي الجوف وفي نهم وفي منطقة صرواح المعادية لصنعاء. كان هناك تقدم للجيش اليمني بقيادة الرئيس هادي. ربما تأتي هذه الخطوة، وهناك من يقرأ هذه المشهد، وهناك من يقول أن الأمم المتحدة بقيادة المبعوث الدولي إلى اليمن الذي يعني يقود العملية السياسية أو عملية السلام هو من أنقذ الحوثيين في هذه اللحظة. مقارنة بلحظة سابقة عندما تقدم الحوثيين باتجاه مأرب وانقضوا على محافظة الجوف واسقطوا معسكرا للشرعية في جبل نهم المطل على مناطق كثيرة من يعني باتجاه مأرب، كان المبعوث الدولي يقوم بزيارة مأرب للتمهيد لهم لدخول مأرب أو تسليم المدينة. طبعا هناك
يعني ما يشبه ما او ما نستطيع او ما يقول عنه الاخرين او يقول عنه كثير من المراقبين انه مؤامره من الامم المتحده ضد تحركات الجيش الوطني لاستعاده الوضع وتهدئه الموقف. السلام في اليمن كما نفهمه نحن ويفهمه حتى العسكريين ان السلام لا ياتي يعني بمجرد اتفاقيات. السلام لابد من إخضاع المتمردين لسلطة القانون وسلطة الدولة وللقوانين الدولية وعلى ولكن دكتور فيصل كيف من الممكن إخضاع هؤلاء المتمردين لسلطة الدولة؟ حتى هذه اللحظة سنوات مرت ولم يتم فيها النجاح بإخضاع هؤلاء المتمردين. لأن هناك من لا يريد النجاح للعمليات العسكرية التي يقودها الجيش الوطني ويشرف عليها التحالف. مثل من؟ يريد أن مثل قيادة التحالف المملكة العربية السعودية والإمارات. أيضا هناك أطراف عربية أخرى مثل عمان وقطر لا تريد للحوثيين أن يتوقفوا في منطقة معينة والاتحاد الأوروبي داعم للحوثيين، الأمم المتحدة داعمة للأوروبيين، هناك أطراف محلية وأطراف دولية وأطراف إقليمية متآمرة على وجود وعلى يعني على وضع اليمن، متآمرة على عودة الدولة وهي أطراف كثيرة. من الذي دعم الحوثي في بداية الانقلاب؟ المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، ثم في دور إيران. اليوم العالم كله مشغول بسبب ما كورونا، إيران مشغولة، العالم انشغل، لكن المبعوث الدولي جريفيث يريد تحقيق تقدم في هذه المسألة وأنقذ الحوثيين. ومع ذلك وهذه يعني كما قلنا في البداية العالم الآن يريد إنقاذهم، لكنهم بسبب طبيعتهم المعقدة وطبيعتهم العنيفة يعني وذهابهم إلى الإرهاب في كل اتجاه لن يتوقفوا ولن يستفيدوا من هذه الفرصة، خاصة مع موافقة التحالف على يعني أسبوعين من الهدنة وموافقة الحكومة الشرعية على هذه الهدنة. وكما أعلنت عبر وكالة سبع الخبر الذي قرأناه اليوم أن نائب رئيس الجمهورية يوافق، يعني يقول أن الشرعية توافق على هذه الهدنة. كيف تصف إطلاق الحوثيين لصواريخ باليستية على مجمع حكومي في مأرب بعد إعلان اتفاق الهدنة؟ هل هذا يبشر باستمرار الهدنة أم يعني يمهد لفشل هذه الهدنة؟ أولا لم يكن الإطلاق على مجمع حكومي وكانت كذبة لقناة عربية مشهورة. الإطلاق كان على تجمع سكني وعلى مواطنين أبرياء عزل. لم يصب هذا الإطلاق يعني المجمع الحكومي وإنما أصاب المواطنين. ثانيا هذا يعني يأتي هذا التصعيد وهذا الإطلاق انتقاما من الحوثيين لما فعله بهم الجيش الوطني في منطقة صرواع. لقد لقوا يعني كثير من لقد كثير من عناصرهم مصيرها هناك، وكثير من الأسرى وكثير من القتلى الذين أودوا بهم وأرسلوهم إلى التهلكة، فحبوا أن يردوا هذا الرد على مأرب انتقاما من الكل. أيضا وهو مؤشر ودليل أنهم لن يلتزموا بهذه الهدنة ولن يلتزموا بهذا الاتفاق. يا سيدي الكريم، هؤلاء طبيعتهم المعقدة وطبيعتهم عقيدتهم الحربية والعسكرية والدينية تقول لهم أن يتوسعوا وأن يستشهدوا ويقدموا المزيد من الشهداء حتى يرضى يعني يرضى من يصفونه بالسيد عبد الملك. طيب، ما مدى نجاح الاجتماع الذي دعا إليه جريفيث بين ممثلي الحكومة الشرعية في اليمن والحوثيين وكذلك التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية؟ هل ترى أن هذا الاجتماع من الممكن أن يتم؟ حتى لو تم مثل هذا الاجتماع فقد تمت اجتماعات من قبل هذا الاجتماع بنفس السياق لكنها لم تنجح. حتى إذا تم هذا الاجتماع يعني الحوثيين هم مرتبطين بإيران وإيران يعني تريد تحقيق أهداف لها في المنطقة على حساب المملكة العربية السعودية وعلى حساب الجمهورية اليمنية وعلى حساب العرب بشكل عام، فلن تقبل باتفاق مرضي للطرفين للسعودية ولهذا الطرف الذي يسيطر على أجزاء من اليمن.
سيوقعون يعني لو دخلوا في أي اتفاق إيران سترفض، وإيران من المستحيل أن تقبل السعودية بوجود ضمن الوفد الحوثي مفاوض إيراني، وهنا تكمن المشكلة. نعم، شكرا جزيلا لك دكتور فيصل العلي رئيس مركز يمنيون للدراسات، كنت معي عبر سكايب، أشكرك جزيل الشكر. أرحب أيضا بضيفي عبر سكايب سيد محمد الأحمدي الصحفي والناشط الحقوقي. سيد محمد أهلا وسهلا بك معنا. سيد محمد هل تسمعني؟ إذن ننتظر أن ينضم إلي سيد محمد الأحمدي الصحفي والناشط الحقوقي ليعلق على اتفاق وقف إطلاق النار في اليمن، وهل من الممكن أن ينجح هذا الاتفاق أم سيفشل، لسيما أن ميليشيات الحوثي أطلقت صواريخ باليستية بالأمس بعد الإعلان عن هذه الهدنة، طبعا في مأرب هذا الإطلاق، وكذلك هذا الإعلان ربما يقول البعض أنه سينجح بناء على معطيات كثيرة أنه مدعوم بشكل أممي من الأمم المتحدة، وقد دعت إليه كثيرا المبعوث، دعا إليه المبعوث الأممي مارتن جريفيث كثيرا. إذن ننتظر أن ينضم إلي سيد محمد الأحمدي الصحفي والناشط الحقوقي. سيد محمد هل تسمعني؟ إذن يبدو أن هناك خلل في التواصل مع سيد محمد الأحمدي. نتوقف أعزائي المشاهدين مع فاصل قصير ثم نعود إليكم. عدنا إليكم أعزائي المشاهدين لاستكمال الحديث عما يجري في اليمن، والحديث أيضا عن وقف إطلاق النار في اليمن الذي أعلن عنه التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية. أرحب بضيفي عبر سكايب سيد محمد الأحمدي الصحفي والناشط الحقوقي. سيد محمد أهلا وسهلا بك معنا. مرحبا بك في العزيز والمشاهدين. سيد محمد، كيف تقرأ إعلان وقف إطلاق النار في اليمن، وهل من المحتمل أن يستمر هذا الاتفاق لأكثر من أسبوعين؟ الحقيقة إعلان وقف إطلاق النار شامل من طرف واحد وطرف التحالف هو خطوة جاءت بحسب بيان التحالف استجابة لدعوات الأمين العام للأمم المتحدة والمبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث من أجل تفرغ كل الأطراف لمواجهة خطر تفشي كورونا. لكن من الواضح أن الميليشيا الحوثية سواء من تاريخها بالنظر إلى تاريخها في التعامل مع مثل هذه الهدن لإعادة ترتيب صفوفها ومن ثم إعادة الحرب مرة أخرى أو إشعال الحرب والتصعيد العسكري مرة أخرى، أو من خلال أيضا سلوكها الآن لا تزال ترسل صواريخ باليستية إلى المدن اليمنية المكتظة بالسكان والناجحين. أمس بعد دقائق من إعلان الهدنة أو إعلان وقف إطلاق النار قصفت ميليشيا الحوثيين الأحياء السكنية بصواريخ باليستية في مأرب، وبالتالي هناك نوع من الاستهتار واضح من طرف الميليشيا الحوثية بهذه الدعوات. لكن أعتقد أن لو أن هذه الخطوة من طرف التحالف هي استجابة لضغوط دولية تحاول وقف الهجمات والغارات الجوية التي يشنها التحالف لإسناد قوات الجيش. في الأيام الماضية شهدنا انتصارات أو تقدم لقوات الجيش بإسناد من طيران التحالف في العديد من المواقع في الجوف وفي صرواح وفي البيضاء، وربما كان هناك نوع على ما يبدو من الضغوط الدولية لوقف إسناد الجيش من أجل الإبقاء على الوضع الراهن كما هو. للأسف الشديد هذه الحرب وهذه المأساة لا يرد لها كما يبدو على الأقل من إرادة سياسية دولية لأن تنتهي، بل لا يزال
هناك رغبة على ما يبدو لإطالة أمد الصراع واستغلال فقط الـ إذن يعني إذن سيد محمد نعم. إذن تستبعد أن يلتزم الحوثيون بهذا الاتفاق اتفاق وقف إطلاق النار، أم ربما سيلتزمون بناء على ضغوطات معينة من الممكن أن تمارس عليهم؟ لا أعتقد أنهم ملتزمون إطلاقاً. الميليشيا الحوثية لم تلتزم يوماً من الأيام بأي اتفاقات هدنة أو اتفاق سلام ولو حتى مؤقتاً، بل على العكس من ذلك شهدنا عندما تم اتفاق ستوكهولم عمدت الميليشيا الحوثية إلى إعادة ترتيب أوضاعها العسكرية الميدانية في الحديدة وقامت ببناء الخنادق والحواجز الضخمة وأنفاق يعني داخل المدينة من أجل تثبيت وضع عسكري معين، ولم تلتزم على الإطلاق بأي من استحقاقات اتفاق السويد الذي أوقف عملية تحرير الحديدة وصب في نهاية المطاف في خدمة المشروع الحوثي التدميري. وفي هذه المرة أيضا كما قلت قبل قليل في الوقت الذي كان الجميع يتحدث عن هدنة وكان هناك استجابة أيضا من الحكومة الشرعية وترحيب بدعوات الأمم المتحدة، تستمر الميليشيا الحوثية في قصفها وفي التصعيد وفي التخشيد لمختلف الجبهات، ولا يهمها في الحقيقة وضع إنساني أو مخاطر تفشي كورونا، يهمها فقط أن كيف تضحك على المجتمع الدولي أو على الأطراف الإقليمية والدولية من أجل يعني إيقاف أي تصعيد أو تقدم عسكري للشرعية وبالتالي العمل على ترتيب صفوفها. هذه الميليشيا هي من اختارت هذه الحرب على اليمنيين وهي من فرضتها، ولا أعتقد أن بمقدورها أو في وارد حساباتها وقف هذه الحرب والعدوان على المجتمع اليمني. وصلت الفكرة، أشكر جزيل الشكر الصحفي والناشط الحقوقي سيد محمد الأحمدي، شكرا جزيلا لك. إذن أعزائي المشاهدين دعونا نتابع هذه الرسوم الكاريكاتورية التي جمعناها لكم من صحف عربية ومواقع إخبارية. إلى هنا نأتي إلى نهاية برنامج صحافة حول العالم. لا يسعني إلا أن أشكر من شاركنا في هذا البرنامج، وشكر موصول لكم أيضا أعزائي المشاهدين على حسن وطيب المتابعة. إلى اللقاء.